بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طلابنا الأفاضل، طالباتنا الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله لكم جميعا ولأهلكم ولجميع المسلمين أن يحفظكم وأن يسلمكم من كل داء، اللهم آمين. في هذا المساق إدارة الجودة في الرعاية الصحية سنتحدث عن عدة مواضيع خلال هذا الفصل عبر منصة التعليم الإلكتروني المعتمدة في الكلية، برنامج المودل أو تطبيق المودل. بداية في هذا اللقاء سنتحدث عن مدخل إلى علم الجودة، نتحدث فيه عن بعض المفاهيم، نتحدث فيه عن رواد الجودة، نتحدث عن بعض الأخطاء لدى يعني بعض المؤسسات في الشروع أو البدء في تطبيق الجودة ضمن مفاهيم تعتبر اللي هي خاطئة. بالفصل اللي بعد هيك راح نحكي على التي كيو أم أو ما يسمى بإدارة الجودة الشاملة، توتال كواليتي مانجمنت. راح نحكي بعد هيك على القياس في الجودة كاستخدامات أساسية، وهي طبعا بحد ذاتها تدلل على مدى النجاح في تطبيقنا لمعايير الجودة، وهل تحسن الأداء عندنا، هل تحسنت المخرجات، هل الإمباكت أو الأثر كان إيجابي زي ما احنا بدنا إياه ونطمح له، زي ما احنا بنقيس بمؤسسات كبيرة وعظيمة تسمى نظام البنش ماركينج، يعني اني اناطر حالي مع مؤسسات تانية. حرحكي على برنامج تحسين الأداء كأحد المقومات الأساسية والمهمة أني أرتقي بالموظف بالكادر البشري سواء الفني أو الإداري على اختلاف التخصصات، لما هذا الأمر من انعكاس إيجابي على بيئة العمل. هنحكي على عديد من المنهجيات حل المشكلات Problem Solving Approach، وهي طبعا المنهجيات حتكون مساعدة إلنا، مهمة إلنا في حياتنا العملية اليومية وحتى على المستوى الشخصي، قديش ممكن أنا يعني تساعد في إمكانية تصويب الخطأ اللي موجود من خلال دراسة المشكلة والتعرف عليها وأسبابها، وضع المسببات المحتملة، وضع اللي هي الخطط البديلة واختيار البديل الأفضل والتقييم. هاي حتنفعنا في حياتنا اليومية بالإضافة لحياتنا العملية. حنحكي بعد هيك على بناء فريق العمل Building Teamwork، لما هذا يعني فريق العمل من أهمية في بيئة العمل، قديش احنا بنشتغل بالتيم سبيريت او ما يسمى بروح الفريق، قديش احنا بيكون النجاح نجاح عام، نجاح بيعني للجميع، بيكون في نوع من الانتماء اكثر للمؤسسة، بيكون الامر لا يعزى الى شخص بل يعزى الى جماعة، فبصير في عنا اهتمام اكثر. عشان هيك مهم جدا نحكي عن بناء الفريق. نظام الاكريديتيشن او ما يسمى بالاعتماد في المؤسسات الصحية، سواء اعتماد المؤسسة نفسها كمركز صحي أو مستشفى، أو اعتماد المقدمي الخدمات سواء أطباء ممرضين أو مهنيين مساندين. قديش مهم التعرف على موضوع الاعتماد لما انعكاسه على الخدمة نفسها بشكل إيجابي وشكل جيد. راح نحكي بعد هيك على المنظمة الدولية للتقييس أو الآيزو International، اللي هي الايزو طبعا International Standardized Organization، ونشوف ايش المقصود بالايزو. بنقرا كتير على كتير من المنتجات الغذائيه مكتوب ايزو 9001 9002 وكذا، راح نحكي عنها بالتفصيل ونفهم هاي اللي هي المصطلحات وهاي الارقام الكودز الموجوده ايش بتعني لنا. اخر حاجه راح نختم بالفصل هذا على بلجان المستشفيات او ما يسمى بالهوسبيتال كوميتيز. هاي الكوميتيز سواء كانت للتمريض أو للأطباء أو للسكرتارية والسجل الطبي، أو كانت للجنة مكافحة العدوى، أو كانت لجنة تطوير وتحسين الجودة. هاي لجان كتير موجودة بالمستشفيات، وربما نكون يعني الإداري الصحي حيكون عضو في معظم هاي اللجان. راح نحكي على اللجان، إيش المقصود فيها، مين هم الأشخاص المفروض يكونوا موجودين فيها، إيش الأدوار المناطة بكل شخص، وإيش هي مهام هاي اللجنة. طيب بيحكوا في المؤسسات، في مؤسسات
قامت بتطبيق معايير الجودة، وكانت النتيجة تحسنت المؤسسات وتم الارتقاء بالعمل فيها، وفي مؤسسات عمال لسه يعني بتفكر انه تطبق معايير الجودة، او بتقول انه ملحق كمان شوية، او بتقول انه ما اجاش الوقت المناسب، او احنا مؤسستنا ما فيش عنا اي مشاكل فيها. فهنا مؤسسات ارتقت وتقدمت، ومؤسسات تراجعت بشكل كبير، وهذا طبعا ضمن المفهوم اللي بيحكي فيه من الكلمات اللي تعتبر أساسيات، وانتهجها إدوارد ديمينج اللي يعتبر أحد رواد الجودة. منظمة الصحة العالمية بتقول الجودة الصحية هي التمشي مع أو التماشي مع المعايير والأداء الصحيح بطريقة آمنة وتكاليف مقبولة. مهم جدا سيف and affordable، يعني سيف آمن ويكون affordable، إنه أنا ممكن أشتري هالخدمة سواء كنظام صحي بشكل عام أو كشخص داخل هالمنظومة الصحية في المجتمع يقدر يشتري الخدمة. فأمر مهم جدا، طبعا هذا المطلوب منه أن يحدث تغيير نحو تقليل معدلات المرضى، معدلات الإعاقات، تقليل معدل ونسب الوفيات، وتقليل معدلات التغذية أو سوء التغذية. هاي رؤية منظمة الصحة العالمية لما أقول أنا في عندي خدمة صحية جيدة أو ضمن التجويد. دونابيديان أحد رواد الجود الجودة بيحكي أنه جودة الرعاية الصحية هي تطبيق للعلوم والتقنيات الطبية بأسلوب يحقق أقصى إمكانية من الفائدة للفرد وللمجتمع بشكل عام دون التعرض للمخاطر. وهنا بقول مهم جدا أن أنا أوازن ما بين الفوائد وأوازن ما بين المخاطر. إذا زادت الفوائد وقلت المخاطر هذا اللي أنا بديه، بكون بأنتهج منهجية بأكون حسنت الخدمة الصحية، بينما لو كانت المخاطر أعلى من الفوائد يجب تجنب هذا الأمر. في لقائنا هذا واللقاءة القادمة استخدام كلمة ضمان جودة أو تحسين أو ضبط جودة هذا يدلل على تحسين الأداء. تمام، في ناس أخذت ضمان الجودة والتحسين والضبط على أنه عبارة عن تحسين للأداء، إنما إدارة الجودة هذا يشير إلى فلسفة إدارية تتبناها المؤسسات كأسلوب أو نمط إداري داخل مؤسساتها على اختلاف أنواعها صحية أو غير صحية. طيب ما هي الأسباب التي أدت إلى اهتمام بتطبيق معايير الجودة في القطاع الصحي؟ أولاً هي النهضة التكنولوجية في القطاع الصحي، فالتقدم بالعلوم والمعارف الطبية أدى أنه لازم يكون في عندي برامج إدارية بين قوسين اللي هي الفلسفة الإدارية اللي حكينا عنه، النمط الإداري أو الأسلوب الإداري، يكون في عندي نظام قائم على تحسين والتحسين المستمر لأداء العاملين، لأنه إحنا زمان كانوا بيعمل عملية مثلاً الحصاوي الكلى عملية جراحية، اليوم تقدم الأمر صار في عندي أجهزة تمام بتقوم على تفتيت الحصاوي، وما فيش داعي أن أعرض المريض لبنج كامل وأعمل له عملية جراحية وقديش ويقعد عندي فيه إقامة بالمستشفى، ممكن هذا ينقل العدوى له أو ينقل عدوى لغيره ويكلف النظام الصحي أكثر. فصار في عندي جهاز ممكن يفتت الحصاوي ويعمل هالعملية بتبعته ويمشي بنفس اليوم، والأمور تكون أقل يعني ضرر عليه وأقل تكلفة كمان للنظام الصحي. فهذا الجهاز يتطلب أن يكون في عندي برنامج تدريبي ومستمر نحو تحسين الأداء على كيفية التعامل، وبكرة ممكن تكون في أجهزة تانية تقنية أكثر بإمكانيات أفضل نحتاج فيها إلى اللي هو برامج إدارية تعنى بالارتقاء والتدريب والتعليم المستمر داخل المؤسسات كأحد برامج أو كأحد أطر تحسين الجودة. المشاكل الاقتصادية في كثير من الدول حالت دون الارتقاء بالقطاع الصحي. ليش؟ لأنه في إنفاق كثير. لما بكون في عندي أنا مشاكل اقتصادية يعني بكون في عندي متطلبات على كافة نواحي، لما بكون في عندي حروب على سبيل المثال بكون في إنفاق في القطاع الصحي أكثر. فصار يقول إنه إحنا ما فيش داعي إنه أنا أخسر كثير في مقابل يعني تكرار العمل بسبب اللي هو نمطية معينة قد تكون متأخرة. يعني
خلينا احنا نرتقي بالخدمة الصحية بشكل جيد، انا ممكن امنع اللي هو تكرار العمل نفسه. يعني اجيب مثال ايام حرب او الحدود الشرقية، هاي المسيرات كان في مصابين كثير بتشوفوا، فكان المصابين هدول اكثر من برنامج في مؤسسات دولية بدأت تقدم خدمة اللي هو الغيار للجرحى في البيوت او في المؤسسات. ففي مشهد انا شفته، لقيت الفريق اللي عمال بيعمل غيار كانوا هم من اجانب، مش عارف من اي دولة، اطباء العالم فرنسا اعتقد، بس بعرفش مين اللي بيقوم بالغيار. فانا شفت الغيار بتبعه، يعني الامكانيات كانت محدودة، التكنيك الاداء بتبعه كان متأخر جدا ومتراجع جدا، يعني مش مطبق اللي هي ادنى متطلبات التعقيم. فأنا اعترضت على الشغل بتبعه أو وضحت له، فقال لي في النهاية أنه إحنا الإمكانيات بتبعتنا إمكانيات محدودة. هنا ما فيش حاجة اسمها في الجودة. قلت له بدل ما تغير لـ50 مع بعض في نفس اليوم، خلينا غير لـ5 واشتغل معهم صح، وغير يشتغل مع التانيين. حلاقي حالي أنه أنا إذا هذا بده يأخذ 10 غيارات يمكن يأخذ 3 أو 4 غيارات. فتطبيق معايير الجودة حيوفر علي فلوس، حيوفر علي وقت، برغم شح الموارد والإمكانيات اللي موجودة، لأنه حكون بأكرر في نفس الشغل بطريقة خاطئة، والإنعكاس حيكون إيش؟ سلبي. طيب، اهتمام القطاع الخاص باسترداد تكلفة الخدمة. بنعرف احنا انه اللي بتروح على مستشفى خاص او على دكتور خاص او على قطاع خاص من غير ما نسمي حد، بيكون في نوع من الاهتمام كثير. لو رحت في المستشفيات، كثير من المستشفيات في القطاع الخاص راقية جدا، وعندنا من نفس المثال، وفي امثلة شفتها انا في مصر. لكن في القطاع الحكومي او من قسم القطاع العام لعامة الناس، لا، هو متراجع عن الخدمة. فكان بيهتم بتبع القطاع الخاص بتجويد الخدمة بتبعته بشكل كبير جدا، لانه هو بيعرف من خلال تجويد الخدمة ونجاح اللي هو الخدمة اللي عمال بيقدمها، حيكون في انعكاس ايجابي عند المواطن. هذا حيرجع المواطن غيره عنه يطلب الخدمة من عنده. فبقول انا بدفع اليوم، لكني حلاقي في المقابل في عندي حسترد هاي التكلفة مقابل اللي انا بأدفع. اخر من الشغلات كمان، اخر شغلة اللي هو القطاع الصناعي، زي ما حكينا في بداية اللقاء، لما قام بتطبيق اللي هو معايير الجودة نجح فيها بشكل كبير جدا. هذا حفز القطاع الصحي كالقطاعات الاخرى نحو تجويد العمل. في كثير من الأخطاء موجودة في المؤسسات وعند الأشخاص، وهذه تتعارض تمام وتتقاطع سلبا مع مفاهيم الجودة. منها immeasurable، شو يعني؟ يعني الجودة نتائجها غير قابلة للقياس، وطبعا هذا خاطئ بامتياز، لأنه الجودة قائمة على القياس بشكل يومي وبشكل أساسي ضمن متطلباتها. يعني بنوضع معايير معينة في مؤشرات لقياس هذه المعايير عشان نشوف احنا حققنا الهدف. طب لما حققنا احنا الهدف، ها قديش كان في عندي يعني امباكت اللي هو انطباع ايجابي عن تحقيق هذا الهدف؟ هل انه الهدف اللي حققناه بتكلفة عالية، بمدة اكثر ولا اقل؟ فعشان هيك موضوع القياس تعتبر من المواضيع الاساسية. يعني لما احنا بنحط اجراءات وادلة العمل والمانيوال او ما يسمى بالدلائل الارشادية وقواعد العمل، هذه بحد ذاتها تعتبر من الأطر العمل او الدلائل، او خلينا نقول خطوط العمل اللي بتحسن من إمكانية تطوير الأداء. وهي تقاس، وهي ممكن تقاس باستخدام اول ما استخدم في رواد الجودة اللي هي الطرق الإحصائية، وهذا يدلل على انه الجودة لا، هي تقاس، مش زي ما بيحكوا إميجرابو الغير قابلة للقياس. إن تطبيق الجودة مكلف ويحتاج لتوظيف أموال كثيرة، واقع وصحيح 100%، إنه بتكلف، بس بتكلفني اليوم ما بتكلفنيش مستقبلا. يعني لو جينا نحكي إحنا على التكلفة اللي بدي أدفعها اليوم، حلاقي حالي بتوفر عليك مستقبلا. أهم من هذا الموضوع موضوع التكلفة بشكل مباشر. في القطاع الصحي الأمر مختلف، أنا استثماري هان في الإنسان، يعني أي خطأ قد يودي بحياته أو ممكن يؤدي إلى وجود اللي هو إعاقة عند هذا الشخص اللي تعرض له الإصابة الخطأ. عشان هيك تطبيق معايير الجودة هو بالنسبة له مكلف اليوم، لكنه بكرة هو حيريحني. يعني لو جينا نحكي على
إجراءات مكافحة العدوى. اليوم وزارة الصحة الفلسطينية تمت بشكل كبير جدا، وصار في عندنا وحدات، وصار في عندي إدارات، وصار في عندي فريق عمال متفرغ في كل المؤسسات الصحية في الرعاية الصحية الأولية وكذلك بالمستشفيات، تمام، وصار في عندي لجان تعتبر لجان مرجعية، صار في اهتمام بهذا الأمر. صحيح هو مكلف اليوم لأن أنا في عندي تدريب وفي عندي ارتقاء بهذا الفريق اللي موجود، وتخصيص موارد وإمكانيات وتخصيص كادر بشري بدل ما يشتغل في مكان حيشتغل بس في العولوة، لكن هذا بحد ذاته قديش ممكن يخفف علي من تكاليف لما أجي أمنع من خلال الآليات اللي هم بيحطوها والمراقبة ومتابعة العمل، قديش ممكن يمنع عندي عدوى بتنتقل من فرد إلى فرد. قديش هي الانعكاس الأهم من هيك، إنه أنا ضريت مواطن. يعني لو أنا بدي أجي أحكي على مريض دخل المستشفى وعمل عملية المفروض إنه يقعد فيها زي استئصال لوز، يقعد فيها في العيادة الخارجية وخلاص، أو بلاش نقول استئصال لوز، دخل لعملية استأصل الزايدة في بدايتها، يعني بدي يقعد اليوم وبكرة، ممكن بكرة يروح أو بعد بكرة، قاعد عندي شهر. ليش قاعد عندي شهر؟ ممكن يكون أخذ عدوى بسموها نوزوكوميال انفكشن أو هوسبيتال اسوشيتد أو أكوايرد عفوا، اللي هي انفكشن، اللي هي عدوى أخذها من المستشفى. هاي العدوى قديش قعدت بالمستشفى، زادت فترة الإقامة بالمستشفى يومين ثلاثة عشر عشرين، كل هذا يترجم إلى ترجمة مالية. هو شغل سرير، يعني حرم مريض تاني ممكن ينام على السرير، هو شغل النظام الصحي، هو شغل الموارد والإمكانيات واستنزفها، وهذا يعتبر تكلفة، لكن في المقابل كل هالتكلفة لا تقابل في حال انه احنا دربنا فريق وجهزنا فريق وبدأ يتعامل بالآليات الصحيحة نحو مكافحة العدوى. من المفاهيم الخاطئة ايضا يجب تطبيق الجودة دفعة واحدة، وهذا طبعا قد لا يكون متاح في اي مؤسسة، واحنا بنآمن بحاجة اسمها فقه التدرج. يعني مش ضروري انا ابدأ مرة واحدة، انا ممكن ابدأ بشكل متدرج، عشان هيك ممكن ابدأ في قسم وبعدين نجحت التجربة بتبعتي أعممها على باقي الأقسام. أبدأ في القسم لو لقيت أنا في عندي حيكون في تقييم مستمر أولا بأول، قد أجد اللي هو نوع من اللي هو الإخفاقات، هانا بحد ذاته بيكون الخلل اللي موجود أو الإخفاقات اللي موجودة مش زي ما أجي أطبقها على المستشفى ككل زي ما أجي أطبقها على قسم. عشان هيك هو مطلوب إنه إحنا نعمل عملية تدرج، مش زي ما بقوله إلا جودة أبدأ فيها بشكل كامل. أيضا من المفاهيم الخاطئة، من الصعب تطبيق الجودة في بعض المؤسسات، والسبب في ذلك الهيكلة الإدارية أو النمط الإداري المتبع، وهذا طبعا مش صح، لأنه الإدارة الجودة لا تعتبر تقنية أو وظيفة تشغيلية أنا بدي أقوم فيها وعلى مزاجية أغيرها أو على ظروف معينة، تمام، لا، هي عبارة عن أسلوب إداري، نمط إداري زي ما حكينا في بداية اللقاء، وهذا يعتبر إشماله متطور أو يتطور باستمرار مع اللي هو تطورها على المستوى العالم، مع الأبحاث العمالة بتطلع لنا بشكل جديد وبتم تطبيقها. عشان هيك هي مش جزء بده ياخد خانة في الهيكلية الإدارية وبس، هو بياخد خانة في الهيكلية الإدارية ولكنها مش صلبة، هي عبارة عن أسلوب إداري زي ما حكينا ممكن يتطور ويتقدم مع تقدم الأيام، مش عبارة عن طريقة تقنية صعب أني أنا أغيرها ويجب أن أعتمدها بشكل دقيق. زي ما قلنا مهم جدا في موضوع الجودة أنها متقدمة أو متطورة باستمرار، ويجب التطور هذا يحاكي التطور العالمي فيتم تطبيقه داخل المؤسسة. عشان هيك بقول أنا في عندي فريق متفرغ ومتخصص في إدارة الجودة، مطلوب منه التدريب والبحث باستمرار والمتابعة ومن نقل التجارب الناجحة عالميا في المؤسسات على مستوى الوطن، وهذا طبعا يتطلب اللي هو التعليم والتدريب المستمر. من الأخطاء أيضا برامج الجودة صممت لإصلاح مشاكل العمل، عشان هيك المؤسسات اللي ما في عندها مشاكل ما فيش داعي إنها تطبق الجودة. هو الخطأ كبير في القصة هذه، يعني إذا كانت بدي أنتظر إنه يكون في عندي مشاكل، هذا ما لهش علاقة أصلا بالجودة. عشان هيك لما بتكون المؤسسة مستقرة وناجحة فرص التطوير أكثر والنجاح أكثر والارتقاء أكثر
تمام، بتكون اكثر في حال الاستقرار. لكن لما بده يكون في عندي انا مشاكل، حيكون في عندي نوع من الاستجابه لواقع كله مشاكل، والله اعلم احل او ما احلش، وهذا حيأخر كثير. بينما لما يكون عندي مبادره في تطبيق معايير الجوده لمؤسسه هي نجحت تماما، تمام، احنا ممكن نرتقي فيها بشكل اكثر في حال استقرارها. كمان هو لما بيكون في عندي اصلا مشاكل في المؤسسه، متطلبات الجوده تقوم على التعرف على هاي المشاكل ووضع الحلول والحلول والبدائل، واستخدام اللي هو البديل الافضل والحل الامثل ضمن اللي هي منهجيات حل المشكلات اللي حنحكي عنها في اللقاءات القادمة. الخطأ الأخير كمفهوم أنه تطبيق الجودة وآلياتها يستنفذ أو يعني يحتاج إلى وقت طويل حتى أني ألاقي النتائج بتبعتنا. ولا شك طبعا أنه ممكن تكون أولها مش حتشوف النتيجة، لكن على اللونج ران أو على المدى البعيد حنلاقي تحسن ممتاز إذا احنا طبقنا الجودة مثل ما بيطبقوها بشكل صحيح في المؤسسات الرائدة والناجحة. غير هيك انه من بداية تطبيق الجودة حنلاقي اختلافات، ف يعني الناس اللي عمالة بتنتظر الوقت المناسب حتكون تأخرت كثيرا في مقابل الناس اللي بلشت وبدأت، وقد يعني تواجهها مشكلات الا انه حتكون عدت هالشغلات وهالمشكلات وهالإخفاقات، في حين انه لما انتظر وقت مناسب ممكن تكون راحت من عند الفرصه. ويمكن مثال بيل جيتس تبع شركه مالك شركه مايكروسوفت، اللي كان في لقاء مع مذيعه مهم جدا انه الواحد يعرف قديش انه انتهاز واستغلال الوقت قديش كان مفيد. فسالته المذيعه يعني ما هو سر نجاحك ويعني في تكوينك لهذه الثروه الكبيره، فطلع من جيبته شك وقلم وقالها تفضلي، وقع عليه وقالها اكتبي المبلغ اللي انت عايزاه. هي ترددت وخجلت ويعني اشي كان مفاجئ بالنسبة إلها، فضلتها ضلوا مد إذا ما أخدتها شيء، فعاود سحب الشك بتبعه وحطه في جيبته. فقال لها هو هذا سر نجاحي، إني أنا كنت بنتهز الوقت وما بأصبرش عليه كتير، مباشرة بأخذ يعني أي فرصة تسنح لي إيش ما لو بكون بعملها كابتشرنج يعني التقاط. فقالت له هل ممكن أن نعيد هذه يعني هذا العرض ثانية؟ فقالها ولكن خلاص يعني هي ما فيش، لأنه هي الفرصة بتيجي مرة واحدة والله أعلم ممكن ما تيجي بعد هيك، فراحت من عندها الفرصة. فكان سر نجاحه في التقاط الفرص المناسبة في الوقت المناسب وعدم التسويف. عشان هيك المؤسسات العمال بتقول ملحق لبكرة بعدين، احنا وضعنا مستقر الوقت مش مناسب، هذه كل منافع بتكون تراجعت اكثر في طل تقدم الاخرين. طيب في الجودة نعمل الاشياء بطريقة صحيحة ولا نعمل العمل الصح؟ وارسو بيحكي انه doing the right things right، هي هذه الجودة doing the right things right، يعني اعمل الأشياء الصحيحة بشكل صحيح. نوضحها من خلال مثال. عندي أنا مؤسسة متقدمة ومتطورة، وفرت عندها أجهزة طبية راقية وتقنيات كويسة، ودربت الفريق وبدأ يشتغل من خلال هالتعليم والتدريب بتبعه على هالأجهزة المتقدمة والمتطورة. هذا صح، هذا اللي بدنا إياه، اشتغلوا صح كأجهزة بطريقة صح صحيحة كأداء. طيب ممكن يكون في عندي أنا أجهزة متقدمة ومتطورة ولكني هذا إيش يعتبر أعمال صحيحة، لكن الأداء خطأ. ليش الأداء خطأ؟ إنه ما دربنا ولا واحد على هاي البرامج، وكانوا بيشتغلوا بشغل إيش ترايل أند إيرور، يعني المحاولة والخطأ. فكان في عندي أدوات كتير راقية وكويسة اللي هي يعني أعمال صحيحة، ولكنها لم تعمل بطريقة أو لم تنجز بطريقة صحيحة، كان في عندي خلل بالأداء، هذا لا يعتبر جودة. مثلا مثال تاني على العمل برنامج أو أعمال غير صحيحة، تمام، لكن كانوا يشتغلوها بطريقة صحيحة. عندي فريق مدرب علمناه على برنامج المواعيد الأبوينتمنت سيستم في العيادة الخارجية، وبدأ يعمل حجز للمواعيد
حسب ما تعلم بطريقة صحيحة. لكن البرنامج كان في عنده إيش؟ في خلط، يعني كان ممكن يكرر الموعد الواحد لكل لأكثر من مريض في أكثر من عيادة في وقت واحد. فصار في عندي أنا الأداء صحيح، ولكن طلع الأداء كعمل خاطئ، يعني هو كنظام، ولكن كإنجاز وآلية عمل كانت صحيحة. برضه هذا اللي يعتبر جودة. عشان هيك إحنا اللي بدنا إياه doing the right things right، إنه أعمل الشغل بطريقة صحيحة والشغل الصحيح بطريقة صحيحة. وكان في مصطلح دائما كنا بنسمعه لما أول ما درسنا، العملية نجحت لكن العيان مات. هذه بتيجي مع مين في الثلاثة هدول؟ بتيجي مع العملية نجحت كأداء لكن العيان مات. ليش؟ لأنه كان في عندي إمكانيات أو أدوات غير صالحة وغير سليمة. تطور مفهوم الجودة. الجودة هي عبارة عن مجموعة من الخصائص يتمتع بها المنتج، بتأثر على إمكانية تلبيته لحاجات المعلنة والضمنية للمواطن. مهم جدا في موضوع الأداء، أول شغلة إنه صفات الحاجات المطلوبة للمواطن، الصفات تكون عالية، صفات الأداء يعني متقدمة، قابلية الاستعمال والتعامل معها بسهولة، السلامة زي ما قلنا safe and affordable يعني آمنة وممكن إيش الحصول عليها. لكن هل لما بنحكي كمصطلح الكلام اللي حكيت هنا تو، يعني صفات الأداء وقابلية الاستعمال والسهولة والسلامة والمطابقة مع المواصفات، هذه كجودة بشكل عام. لكن لما نيجي نحكي بأسلوب نحن كقطاع صحي، بدي أقول safe and affordable and accessible. safe يعني آمن، affordable ممكن أشتريها، accessible سهل الحصول عليها. يمكن أن تعرف بالملائمة الجودة، تعريف تاني، الملائمة للاستخدام أو الهدف من المنتج أو تلبية المتطلبات والهدف النهائي لها بما يحقق متطلبات متلقي الخدمة. يعني أنه أنا بدي أحقق اللي بده إياه المواطن ضمن إمكانيات المواطن، تمام، واللي يشبع رغبته. تعريف تاني، أداء الأشياء الصحيحة بطريقة صحيحة من أول مرة، لا من أول مرة وفي كل مرة. عشان يبقى أقول أنا إيش قلنا قبل شوية، في عندي جودة اسمها تحسين أداء، هاي اللي بنحكي عنه مستمر. وفي عندي فلسفة إدارية كتطبيق لمعايير الجودة بشكل عام. عمل الأشياء الصحيحة، الأشياء بطريقة صحيحة في المرة الأولى وبطريقة أفضل في المرة الثانية. عشان كانوا يقولوا في السبعينات أول ما بدوا يحكوا على الجودة يقولوا إيش الصح، بعد هيك صاروا يحكوا إيش الأفضل بالثمانينات. عشان هيك أنا بدي أشتغل بطريقة صحيحة اليوم، لكن بكرة بدي أشتغل بالأفضل في المرة الثانية. هذا دكتور اسمه العساف، هو صاحب هاي التعريفات. إيشيكاوا سمعنا عنه لما بنحكي على الفيش بون أناليسز، اللي هو أسلوب حل المشكلات باستخدام عظمة السمكة، إذا ذكرينها أو حتمر معنا هي طبعا بالفصل السادس. إيشيكاوا عالم ياباني بقول إن الجودة قد يتسع مداها لتشمل جودة العمل والخدمة والمعلومات والتشغيل والنظام وجودة عمل الموظفين والشركة نفسها، مما يجعل مناطرة الجودة وأبعادها المتعددة من الأدوات الأساسية لتحقيق الأهداف المنشودة. فهذا حكى على كل إشي العلاقة ببداية بالعمل، يعني الشركة بشكل عام، الطاقم اللي موجود، البرامج اللي احنا بنستخدمها، آليات التشغيل، الخدمة، التسويق، كل حاجة لها علاقة باللي هو التعامل من حد ما بدأت يعني كمواد خام إلى أن صارت سلعة منتجة ونزلت على السوق. مرت معانا مصطلح مما يجعل مناطرة الجودة. مناطرة إيش معناتها؟ هي مراقبة، هي كلمة مونيتورينج معناتها مراقبة، لكن ترجمتها كمصطلح بالضبط هي مناطرة. فلما حتمر معانا طبعا مصطلح مناطرة مستقبلا خلال اللقاءات القادمة كثيرا. فمناطرة الجودة يعني مونيتورينج أو كواليتي مونيتورينج، اللي هي مراقبة الجودة. جوران أحد علماء ورواد الجودة بيقول إن الجودة تعني التخلص من العيوب، بمعنى أن معدل الأخطاء يجب أن يكون قليل جدا في تصميم المنتج أو تقليل إعادة العمل الخاطئ ونسبة معدلات التفتيش. في ناس اختلفت معه، بيقول إحنا بدناش نقلل الأخطاء، بدنا نصل لحاجة اسمها zero defect يعني صفرية الخطأ.
له تعريف تاني بقول ملائمة المنتج أو الخدمة للاحتياج. يعني إيش بده المواطن؟ إيش بده الزبون تبعي؟ أنا بدي أعطيه الخدمة على المستوى اللي هو بده إياها. بقول المطابقة لاحتياجات متلقي الخدمة. ديمينج أحد رواد الجودة أيضا بقول الجودة عبارة عن تخفيض مستمر للخسائر وتحسين مستمر في جميع النشاطات. عشان هيك بنقول احنا ايش التحسين والتحسين المستمر، ما بنقف عند نقطة معينة، لا بنقف عند نقطة بنحسن فيها المرة الجاية بده يكون افضل. كروسبي ايضا احد رواد الجودة بيقول التطابق مع الاحتياجات والمواصفات. في عندنا مصطلح كواليتي اشورنس بسموه ضمان الجودة، وفي عندك كواليتي كنترول ضبط الجودة، وفي عندك توتال كواليتي كنترول ضبط الجودة الشاملة، وفي عندي continuous quality improvement اللي هو تحسين الجودة المستمر، وفي عندي إدارة الجودة الشاملة أو ما يسمى بالtotal quality management، وآخر حاجة في عندي quality audit اللي هي تدقيق الجودة. هاي المصطلحات راح نحكي فيها ونختم اللقاء إن شاء الله. بقول ضمان الجودة هي عبارة عن عملية منتظمة مستمرة تهدف لتحسين الأداء، تشمل أنشطة وضع المعايير والمؤشرات ومناطر التحسين الأداء. الآن إحنا بتتصل على شركة جوال على 111 بتفتح معانا على السريع اسطوانة بتقول لضمان ضبط الجودة، لضمان ضبط الجودة. هذه عملية إيش مالها؟ مستمرة، ولا مرة بتكلم إلا غير تلاقيها موجودة ومنتظمة بسيستم واحد مع كل الزبائن، تهدف إلى إيش؟ تحسين الأداء. هذه بتاخد عينات، هذه المكالمة عندي أكثر من 2 مليون بطاقة أو شريحة لشركة جوال، يعني أكثر من 2 مليون مواطن بياخدوا منها عينات بسموها كنترول سامبل، عينات عشوائية، عينات راندوم سامبل أز كنترول سامبل، يعني عينات عشوائية كعينات ضابطة. يعني بدي أشوف والله كيف كان رد المواطن لما حكى الزبون او تكلم الزبون مع هذا المواطن، هل كان مقبول، هل كان سيء، هل كان انطباعه مش مناسب. عشان هيك تلاقي احيانا بعد ما تكلم في ناس تبقى حاده جدا في التعامل مع الموظف ما بردش عليه. ليش؟ لان المكالمه مسجله، مش لانه هو بليد وما بحسش، بس لانه هذه يعني شركه جوال مثلا يعتبر راس مالها الزبون، فمش مستعد انا اضيعه عشان خاطر مواطن. فبتلاقي ايش في اسلوب يعني بسبب تسجيل المكالمة بيمتص غضبه وبتنحل المشكلة، وأحيانا بسكر السماعة في وجهه بيقدرش يقوله لا ولا لا. كمان أحيانا من العينات اللي بياخدوها العشوائية بتلاقي مع عدة اتصالات أجاك اتصال من شركة جوال، معك شركة جوال بس حابين ناخد من وقتك دقيقتين أو ثلاثة أو دقيقة بس من باب تحسين اللي هو الخدمة، بيسألك عن أمور. هذه كلها هي تعتبر quality assurance and quality control. لما أنا ضربت مثالين في بعض، بريوك دونالد بريوك بيقول إنه عملية تحول ضمان الجودة هي عبارة عن عملية تحول إداري منظم مصممة لمراجعة الاحتياجات والفرص المتاحة للمؤسسات عند محاولتها للتأقلم مع التغييرات والضغوط المتزايدة. عشان هيك بنقول إنه إحنا ما فيش حاجة اسمها ثبات على آلية معينة أو على نظام، في تغيير مستمر طول والقاء والمؤسسة قائمة. بنقول في عندي أنا تغيير دائم وتطور مستمر، فهنا يتلائم مع الاحتياجات والفرص المتاحة. احتياجات في عندي أنا أخذنا وحناخد كمان السوت أناليسز اللي هو تحليل سوت الأس اللي قلنا السترينث اللي هي القوة أو نقاط القوة، والدبليو سوت اللي هي نقاط الويكنس أو الضعف، وهذه تعتبر من داخل المؤسسة تمام، وفي عندي من خارج المؤسسة الاو اوبورتونيتيز اللي هي الفرص، والتيل ثريتس أو ما يسمى به اللي هي التهديدات من خارج المؤسسة. فهذا يعني كل المؤسسات قائمة على هذا الأمر باستمرار. في عندي نقاط قوة بتحفزني أني أنجح أكثر وأستقطب الناس تمام، وأستقطب الإعلام أنه يحكي عني أفضل، وفي عندي ويكنس بستقطب الإعلام أنه يحكي عني بطريقة سلبية لما بكون في باد إمباكت أو انطباع سيء عن الخدمة. في أو أوبورتونيتيز فرص باستمرار موجودة، عشان هيك بقول الجودة بحاجة أني أنا أدور على الفرص اللي موجودة. الحرب صارت عندنا
تمام، دمروا غزة كلها في 2008-2009، لكن كانت هذه opportunity، عبارة عن فرصة. مين هاللي بدمر هالعالم؟ هالشعب المغلوب على أمره، تمام، بعد سنوات من الحصار وبيقتل فيهم. فالنظام القائم استغلها كفرصة وبدأ يشتغل بشكل إعلام، وبدأت هالقضية إيش كل العالم، ما هو قلوب الناس صارت غزة، صاروا الكل يتوجه بالمساعدات، واللي يتوجه بالتقارير الصحفية والتحقيقات وما إلى ذلك، ويقول هذول الناس بحاجة إنهم يتحرروا من كذا، تمام. هذه كانت فرصة. وفي ثريتس اللي هي التهديدات من خارج المؤسسة، زي المنافسة على سبيل المثال. أكثر شغلة من الأكثر مثال ممكن ينحكى في للتي أو الثريتس اللي هي التهديدات. فعملية ضمان الجودة بيقول إنه أنا عمال براقب داخل المؤسسة وخارج المؤسسة باستمرار، وين في عندي ثلمات وفي سلبيات بدي أعالجها من الداخل، وين في عندي فرص من برا بدي أستغلها، وين في عندي أنا نقاط قوة بدي أعززها. وعشان بقول إحنا عبارة عن عملية منتظمة ومستمرة. برضو بالمر بيحكي إنه عملية قياس الجودة وتحليل مواطن الخلل المكتشفة واتخاذ إجراءات التحسين وقياس الجودة يعتبر من مقومات ضمان الجودة. عشان هيك بقول عنها نشاط منهجي. ايش يعني منهجي؟ يعني هو ومنظم، انه هو بيمشي ضمن سيستم مستمر ونقاط محددة. مصطلح ضبط الجودة هو يعني برامج وانشطة الهدف من خلالها تعزيز ثقة المواطن، هي تتبع للكواليتي أشورانس. هو مصطلح اللي هي ضمان الجودة مختلف. ضمان الجودة بيعطيني ثقة، ضبط الجودة عشان أعطيك الثقة بروح بأعمل متابعة وفحص، زي شركة جوال المثال اللي ضربناه قبل شوي، تمام. وإذا لقيت أنا خلل بعمل عملية تصويب له. فضمان الجودة هي إعطاء ثقة ليه هاي الخدمة أو هاي المؤسسة أو هذا الشخص أو هاي اللي هي السلعة. بينما الضبط هو من خلال برامج اللي أنا عمال بقوم فيها بالبحث والتحري والنشاطات اللي بقى أنا الهدف من خلالها إني لو لقيت خلل أتجاوز هذا الخلل وأعمل عملية اللي هو حل له بما يخدم المؤسسة بالطريقة الصحيحة. طيب مصطلح Total Quality Control، ضبط الجودة الشاملة، هو عبارة عن نظام فعال لتكامل جهود المجموعات المختلفة في المؤسسة. في عندي أكثر من فريق عمالي بيشتغل لتطوير الجودة والمحافظة على تحسينها. بالرغم أن الغرب اهتم بمفهوم ضبط الجودة الشاملة، لكن لم يتم تفعيله حتى نهاية الثمانينات وأوائل التسعينات، تمام. هي عبارة عن متابعة ممنهجة لنشاطات خاصة بالمؤسسة، تقوم على جمع البيانات وتحليل هاي البيانات وقياس هاي البيانات مع المعايير الموضوعة حسب ما هو مطلوب. تحسين الجودة المستمر أو ما يسمى continuous quality improvement، اللي هو التحسين الجودة المستمر، continuous مستمر، quality جودة، improvement تحسين. طيب هاي المصطلح يعني عبارة عن عملية إدارية مستمرة داخل المؤسسة، ممنهجة منتظمة لأنه بتقوم بشكل دوري. الهدف من خلالها تقليل الفجوة ما بين الأداء الحالي واللي مأمول أو المرغوب أو اللي احنا بدنا إياه، بغض النظر عن وجود أخطاء أو البحث عن أخطاء، تمام. هو بيقول انه انا هذا برنامج او برامج مستمرة، هي تعتبر جزء اصيل من هالمؤسسة نفسها، بتقوم على عملية اللي هو البحث والمتابعة، مش تصيد اخطاء بس، هي من اجل اللي هو وجود الاخطاء وتجاوز هاي الاخطاء لتقليل الفجوة ما بين اللي هو المأمول والواقع الحالي. هذا فرانك ورولانس هم يعني حطوا هذا التعريف. الهيئة الامريكية للاعتماد تقول درجة الالتزام بالمعايير، بدل بقول مؤسس اعتماد يعني بتعطي اللي هي اعتماد accreditation، بنقول عنها بتكون هي يعني مهتمة كثيرا بمجموعة نقاط ومعايير. بقول درجة الالتزام بالمعايير الحالية والمتفق عليها للمساعدة في تحديد مستوى جيد من الممارسة ومعرفة النتائج المتوقعة. تعريف تاني بقول عملية الوصول إلى مستوى جديد من الأداء أو الجودة أعلى من أي مستوى سابق. عشان هيك احنا بنقول تحسين مستمر، انه زي ما قلنا أداء المهام بطريقة صحيحة وجيدة وبطريقة أصح وأجود في المرات القادمة. إدارة الجودة الشاملة أو Total Quality Management، في عنا تعريفين.
تعريف الأول قال فلسفة لإدارة المؤسسة تعتبر أنه لا يوجد أي فصل بين حاجات الزبون وبين أهداف المؤسسة. يعني هذا إيش؟ قناعة تامة لدى الإدارة أنه أنا أهدافي تتماشى مع اللي بده إياه المواطن، لأنه أنا قائم أصلاً كياني كمؤسسة موجود برضا المواطن. فهي بتقول أنه ما فيش انفكاك أو فصل ما بين حاجات الزبون وأهداف المؤسسة، وهي قابلة للتطبيق في جميع القطاعات بغض النظر أي قطاع صحي ولا قطاع صناعي ولا تجاري ولا غيره. هي قابلة للتطبيق في جميع القطاعات لأنها تضمن أعظم فاعلية ومردود للعمل، وتحقق التميز وتمنع وجود الأخطاء أو الهدر من الإمكانيات، وقائمة على التطوير المستمر بما يتماشى مع أهداف المؤسسة. إذن هي فلسفة إدارية، يعني عبارة عن أساس من أساسيات وأدوار الإدارة موجود عندها بشكل دائم. بتقول أنه أنا أهدافي تتماشى مع أهدافي كإدارة كمؤسسة تتماشى مع اللي هو اللي بده إياه للزبون، وقائمة على التطوير والتحسين المستمر. بتقول هاي Total Quality Management هي بتنفع في كل القطاعات، صناعية، تجارية، صحية، تمام، أي إن كانت، وهذه بتحقق أفضل مردود وأقل خسارة ممكن تكون موجودة. المعهد الأمريكي الفيدرالي، معهد الجودة، بيقول إنه هو عبارة عن نظام إداري استراتيجي متكامل. إيش يعني نظام إداري استراتيجي؟ يعني تتبنى الإدارة العليا يسعى لتحقيق رضا الزبون، وإن تطبيقه يحتم مشاركة جميع المدراء والموظفين بالمستويات الإدارية المختلفة، ويستلزم استخدام الطرق الكمية. إيش يعني الطرق الكمية؟ يعني قائم على اللي هي لغة الأرقام والحساب والنسب المئوية لتحسين العملية الإدارية بشكل مستمر، تمام؟ يعني معهد الجودة الأمريكي الفيدرالي عرف على أنه استراتيجية تتبناها الإدارة العليا، بتقول أنه رضا الزبون هو يعني لازم يكون نصب أعين الإدارات المختلفة، سواء إدارة عليا، إدارة وسطى، إدارة تنفيذية، من أجل تحسين اللي هو الخدمة بما يتماشى مع رضا الزبون، وهي قائمة على التحسين المستمر. آخر شغلة الأوديتينج أو ما يسمى بالأوديت أو التدقيق، هي عملية مستقلة يتم بموجبها تدقيق سلسلة الأنظمة من أجل تحديد مدى مطابقة أنشطة الجودة للخطط الموضوعة. هذه أوديت يعني أو تدقيق مجموعة نقاط وبنود معينة بتقوم على متابعتها، هل إنه هاي النقاط اللي موجودة تتماشى مع رؤية المؤسسة أو مع الأهداف أو الخطط اللي موجودة وفق معايير معينة، وهذا بتعطيني رقم في النهاية إنه هل يتم أو هل يعني نسير على الخطأ الصحيحة في عملية اللي هو معايير الجودة الكاملة. وقائمة أيضا على التغذية الراجعة، يعني لازم يعملوا فيدباك أو تغذية راجعة للإدارة عشان وين في إخفاقات يتم تجاوزها وتجنبها، وين موجود في عندي إيجابيات يبنى عليها ويتم التحسين بشكل مستمر. هذا ما لدينا في اللقاء الأول، الجزء الأول من الفصل الأول. إن شاء الله خلال اللقاء القادم نستكمل الجزء الثاني من مفهوم الجودة، وهذا نتحدث فيه عن رواد الجودة.